أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من احتاج إلى العمل في سفارة الدولة المسلمة في بلاد الكفر يكون آثما ومهاجرا إليهم؟ هذا من التعامل المباح، يعني كون يكون بين المسلمين وبين الدولة الكافرة يكون بينهم ما يسمى بالدبلوماسية، فتح السفارة عندهم وفتح سفارتهم عندنا، وهي دولة معاهدة ما هي حربية، دولة معاهدة، هذا لا بأس به، والعمل فيها جائز، لكن بشرط أنه يبتعد عن مواطن الفساد. وهم يقولون إن السفارة أرض للبلد التي هي له، السفارة السعودية أرضا للسعودية ولو كانت في أمريكا، هي أرض للسعودية، السفارة أرضا لأهلها للدولة التي منحت إياها. نعم.